اوكي، I think we are live. خلينا نتكلم مع خليكون رجاء عن اللقاء. هو عبارة عن حوار. إذا في عندكم أي أسئلة تقدروا توقفوني أيمت ما بدكم. طبعا غاية نحن عرض لموضوع الباكتريميز أو تجارة الدم وزرع الدم، وشلون بتصير المقاربة تبعيته من ناحية كطبيب أمراض إنتانية وطبيب عناية مركزة، وشو بنقدر نحن نستخلص شغلات تساعدنا بالكلينيكال مانجمنت لمريضنا. فخليني بلش أسأل سؤال، ورجاء مثل ما قلت إذا كان في مجال للحوار بيكون كثير منيح، بخلينا نعرف أكثر. يا ترى هل كل مريض بيجي لعندكم عنده مثلا التهاب جلد لازم نعمل له زرع دم؟ التهاب نسيج خلوي، التهاب جلد نسيج خلوي. طيب في حدا يعطيني إجابة ثانية كمان؟ هل من الضرورة نعمل له زرع دم للمريض؟ يعني حسب شدة الانتام تبعه وحسب مساحة السليولايتس اللي عنده، حسب إذا كان مختلط بنكروتايزنج فاشايتس أو لا. طيب إذا كان مريض عنده انتان مجاري بقية سفلي هلا نعمل سفلي له لا، بس بيلو نفرايتس أكيد. طيب إذا كان بيلو مريض نفرايتس ان بيشنت كمان، هلا إذا اوت بيشنت بيلو نفرايتس حتى هذا ما بنعمل له بلود كلتشرز. طيب إذا كان مريض جاي يكون بذات رئة مكتسبة بالمجتمع ودخل المستشفى تعملوا له زرع دم؟ ايه ان بيشنت. طيب خلينا نطلع لا على طبعا هذا. هذا ما يجب انه يصير، بس مو هذا الممارس بسوريا، يعني خلينا نتفق عن هذا الكلام. طيب خلينا دكتور نفهم مازن، الموضوع اكثر. تفضل دكتور. هلا في انتانات بيكون فيها زرع الدم اكثر شيء ايجابيه، او هاي يلد مثل التهاب السحايا، مثل ذات العظم والنقي الحادي. ما يكون عندي مثلا اذا اخذنا مثال نمونيا، عندي 50% اليلد تبعيتها، بينما التهاب سحايا مثلا عندي اكثر شيء، تقريبا شيء بنسبه كبيره، او التهاب قسطره مثلا وريديه مركزيه، او انتان دم متعلق بالقسطره الوريديه المركزيه. في انتانات بيكون فيها مثلا، اذا عندي مثلا سالمونيلا مثلا، حمى تيفيه، بعرف انا في عندي التهاب شغاف مثلا، في عندي زرع الدم يلد مور مثلا اكثر، مثلا التهاب نسيج خلوي مثلا، او ذات رئه، او انتان بولي. طيب يعني الإجابات جيدة، لكن مثل شايفين السلايد قدامكم صح ولا لا؟ هذا السلايد جاي من عدة دراسات، مو دراسة واحدة، ومبني على الدراسة هذه قديش لقيت نسبة إيجابية زرع الدم. طبعا بآخر المحاضرة حنفهم ليش هالنسب هذه مختلفة. كأني سمعت أنا صوت الدكتور علي، المقاربة اللي سويتها صحيحة حتتوضح أكثر، لكن النسب اللي أعطيتها عالية شوي. فلاحظين الجدول هون من اليسار إلى اليمين، احتمالية إنه يكون زرع الدم إيجابي تزداد. إذا طلعنا على مريض صار عنده حرارة بعد عمل جراحي، فعلى الغالب هي حرارة غير إنتانية، وبالتالي زرع الدم ما حيعطيكم شيء. إذا كان مريض جايكم فقط بحرارة بدون أعراض موضعة أخرى، احتمالية إنه يكون في عندنا زرع دم إيجابي هو قليل. إذا كان في عندنا إنتان بالنسيج الخلوي غير مختلط مثل ما حكيت الدكتورة بنان، وما في عندي كوموربيديتيز، يعني مريض ماله
ما عنده ديابيتس، ما عنده شيء ثاني بيخلي يزيد امراضيه المريض، او اذا كان عندي ذات رئه مكتسبه من المجتمع، او حتى ذات رئه المكتسبه بالمشفى، نسبه انه يكون في عندي زرع دم ايجابي عند المرضى هذول هو حوالي 10% او اقل. وبالتالي بهالحالتين هذول انه نحن نعمل روتين بلود كلتشرز ما هو كتير ضروري، ما بقول غلط، بس لانه حتساوي 10 بلود كلتشرز حتطلع واحد منهم، او 20 واحد حتطلع واحد منهم ايجابي. وبالتالي كل ما كانت احتماليه زرع الدم يكون ايجابي والبري تيست بروبابيليتي عاليه، كل ما كان انه والله تاخذوا زرع الدم ايجابي بنسبه اكبر. بينما اذا جيتوا على المريض اللي عنده التهاب نسيج خلوي وكان عنده امراضيات مشاركه، مثل انه يكون مريض سكري او عنده امراض مزمنه قصور كلوي او شيء من هذا، او الفنتليتر اسوسييتد نمونيا، لاحظوا شلون ما هي اكثر من حوالي 20%، كمان بين 10 ل 20%، يعني من 10 مرضى فقط مريضين حيجوني ايجابيات، واكيد هذه يعني بمس باي قلب عنايه مركزه زرع الدم فيها موثوق بيشوف الشيء هذا، لانه نحن مو شائع جدا انه نحن نشوف تجرسم دم بزوات الرئه. وكما قلت انه هلا بالاخير بتبين ليش هالنسب هذه قليله وقت بنحكي على الباترنز اوف باكتيريمس. هلا النسبه هذه تزداد اكثر كل ما كان عندي شيء منخف او شيء على الصله بالدم مباشره. نسبة زرع الدم حوالي 20 ل 50%، إذا كان عندي ذات رئة مكتسب مجتمع لكنها شديدة، إذا كان في عندي مني أي حالة خراجات قيحية، مثلا خراجات الكبد القيحية، إذا في عندي التهاب طرق صفراوية مثل ما قالت الدكتورة بنان، كمان الالتهاب البايرونفرايتس الحويضة وشغلة تانية حنزيدها حدا يقول لي شو هي البايرونفرايتس بالعربي؟ كلية وحويضة، ما هيك؟ كلية وحويضة، الشنط انفكشنز، إذا كان عنده سيفير سبسيس بالتعريف القديم طبعا، إذا كان مريض عنده سيبتك شوك، هدول نسبة التجرسم الدم تبعيتهم عالية. طبعا إذا مريض عنده تشيلز، يعني هو الانترميتنت باكتريميا اللي عندنا أو البكتيريا المتقطعة، إنه أنت نلقطها نحن. كل شيء اسمه التهاب نسيج خلوي أو التهاب طرق التهابات خارج الجهاز الوعائي أو خارج الأوعية، هذه بتساوي انترميتنت باكتريميا، وهلأ بنفصل عنها بشكل أكثر بشكل دقيق اكثر. اذا كان في عندي شنطه من الدماغ الى البريتوان، هذا كمان بيعطيكم نسبه اعلى من تجرسم الدم. المننجايتس هون بتيجي محلها كمان مثل ما قال الدكتور، لكنه ممكن توصل اكثر من 50% كمان بحالات الشديده. الحالات اللي فيها اكثر من 50% هي الالتهاب اللي ذكره الدكتور علي كلهم تقريبا، التهاب العظم والنقي والديسكايتس، وبالتالي اي مريض عنده هالشيء هذا بنعمل زرع الدم لانه بيعطينا نتائج اعلى. اذا كان في عندنا ابيديورال ابسيسيس، اذا كان في عندنا سيبتيك ارثرايتس، المننجايتس كمان، اذا كان في حالات الشنط الدماغيه او البطينيه الاذينيه تعطيكم نسبه عاليه من تجرسم الدم، حالات الصدمه الانتانيه والبلود ستريم انفكشن. هلا بعض الحالات بتوصل ل 90 95% منها، خصوصا اذا كانت بيرسيستنت باكتيريا مثل حالات الاندوكارداتس والكاثر ريليتد بلود ستريم انفكشن. وبالتالي بكل شيء من اكثر من 10% يفضل اجراء زرع للدم عند المرضى هذول، بينما الحالات الخفيفه من ذوات الرئه او التهابات المجاري البوليه غير المختلطه مو بالضروره السفليه طبعا
مو بالضرورة تساوي فيها زرع دم. في أي سؤال على هالملاحظة الأولى؟ هلا الممارسة تبعيتنا الشيء اللي دائما احنا نتوجه له، انه اذا كان في عنده مريض حرارة، اذا عنده ارتفاع كريات البيض او نقص بالكريات البيض، فالواحد بفكر بزرع الدم. خليني اقول لكم كمان انه مو بالضرورة يكون في حرارة او ارتفاع بالكريات البيض حتى يكون في عندي تجربة دم. فقد يكون هناك تجرثم دم بدون ما وجود المظاهر هذه، وخصوصا في حالات اللي فيها persistent bacteremia مثل الاندوكارداتس او غيرها من الحالات. طيب بدي اعطي عده نقاط هون، لانه كثير له اهميه وقت انا باخذ زرع الدم انه ما يجيني زرع الدم ملوث. يا ترى اذا سالت سؤال انا شو نسبه الزرعات الدم الملوثة اللي عندكم، شو بتجاوبوني؟ حدا بيعرف قديش نسبة زرعات الدم اللي عم تجي ملوثة، يعني نتيجة أخذ زرع الدم حتتلوث الإبرة، سواء كان من الجلد أو من شغلات تانية حواليه. في حدا عنده أي إحصائية لهالشيء هذا؟ It depends, دكتور مازن. مثلاً if it's collected from A&E النسبة تكون مرتفعة. If it's like collected in a specialized ward like in ICU النسبة يعني إنها تكون contaminated is less. يعني هذا الملاحظ مثلا عندنا إحنا في المستشفى العسكري. وقديش النسبة هذه دكتورة؟ I really cannot put a number, لكن usually most of the time نلاحظ إن من الطوارئ خصوصا إذا جاء trauma cases. If they will send any culture, it will be contaminated most of the time. يعني if they say out of 10, I will say like 8 or 7, it will be contaminated. نسبة عالية كثير إذا كانت هيك، صحيح. بس خليني أقول، حكيتي شوي بالإنجليزي، تقول إنه نسبة التلوث من الطوابق أكثر أعلى مما هي عليه من عناية مركزة، والمرضى اللي بيجوا على الإمرجنسي روم على غرفة الإسعاف، وخصوصا اذا كانت حالات عندهم تروما بياخذوا لهم زرع دم، بتيجي نسبه عاليه عم توصل ل 70% من الحالات. حدا عنده اجابه اخرى يعطينا خبرتهم بالزرع الدم؟ شوفوا يعني اذا كان النسبه عاليه من تلوث الدم عم تيجي حقيقه مشكله، لانه حتساوي عندكم مشكله بالتشخيص ومعرفه بدقه اذا كان تجرثم الدم هو حقيقي ام لا. حد ثاني عنده هلا يعني ما بعرف، بس نحن بالمشافي عندنا المشكله هي سلبيه زروعات الدم اكثر من انه تكون كونتامينيتد. الحقيقه هن ما بيعملوا زرع الدم اصلا الا بحالات سبيسيفيك كثير، وبمعظم الاحوال اللي تنعمل بتطلع زروعات سلبيه. فيعني بعتقد انه نحن ما عندنا مشكله كثير بالكونتامينيشن لانه ما بيزرعوا دم كثير. في يعني مشكله اكثر بالسلبيه. انه لازم يكون هلا بالشيء اللي اشوفه او شفته كنت انه لازم يكون في عندكم contamination rate، يعني النسبه العالميه بين 20 30% حقيقه. صحيح 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 صحيح، معك حق، بس يعني عم اقول لك شو بيصير. هو فعليا صدقا ما تشوف كثير زروعات دم ايجابيه، وبالتالي يستدعي الكشف عن سبب هالشيء هذا. ليش ما كنتوا بتشوفوا contamination؟ الشيء اللي هو من تفضلي هو الدم كثير كثير قليل بالمشافي. والشيء الثاني انه ما بتنطلب الا على النفس الاخير، يعني بس يكون المريض اخذ كل التغطيات يلي ما بقى استجاب عليها، هون بقى بفكروا انه تعالوا نعمل زرع دم بركي بيطلع معنا شيء، بس هي ما بيكون من الاول. فمشان هيك انه بنشوف كثير سلبي. اذا بدك انا اسفه على الكلام، انا بعرف انه ريكوردد هاي المحاضره، بس بينطرح كلام بمدرج الداخليه انه فلان الفلاني اذا بيطلع زرع الدم ايجابي بده يذبح خروف لهالدرجه. صدقا يعني انا اسفه على الكلام، هو ريكوردد بده يذبح خروف. ايه صدقا، وبحالات مثل شو كم مثل التهاب في غاز يعني ولا واحد، هو بالنسبه له ولا واحد، عرفت علي؟ كثير على يعني حكي هالكلام هذا، بس بسوريا المشكله هي مو الكونتامينيشن، المشكله هي سلبيه زروعات دم اللي ما بتنطلب الا بوقت متاخر كثير.
وانا بقول انه اذا كان عم بيجيكم زراعات دم ما فيها كونتامينيشن، بدنا ندور على الطريقه اللي عم يزرعوا فيها لحتى نشوف اذا كان في الخطوات مضبوطه ولا لا. لكنه وقت انا قلت انه النسبه اللي موجوده بالمشافي بشكل عام حوالي 20 30% من الزراعات ملوثه، الشيء اللي بدنا نوصل له هو نسبه اقل من 1%. وبالتالي لحتى نحصل على هالنسبه هذه تتطلب ممارسه دقيقه بمعرفه كل العمليات اللي بدنا نساويها خلال اخذ زرع الدم لحتى ما يتلوث. فالنقطه الاولى هي انه نحن وقت ناخذ زرع الدم، اذا كان مريض عنده خط مركزي وريدي، تاخذوه من الخط المركزي ولا تاخذوه من وريد محيطي؟ شلون تعملوا زرع الدم؟ والله هو زرع الدم اذا كان خط وريدي مركزي بده يتاخذ من الخط الوريدي المركزي ومن الدم المحيطي. تمام، يعني دائما دائما لازم دكتورة. يكون في ربط. دكتوره نفس الكلام، اذا في شك بانتان قصات المركزيه بده يتاخذ من المحيطي والمركزي مع. اذا كان ما في شك انه في التهاب القصة المركزية، بتاخذوه محيطي ولا مركزي؟ لا محيطي. محيطي باغلب الاحيان، محيطي باغلب الاحيان من مكان ممكن يكون في كونتامينيشن بالمركزية، بتضيع ال يعني بيطلع عندي كونتامينيشن وما بيكون بكتيريا بالاساس، افترض هون اخذ محيطي بس. طيب خلينا معناتها نتفق انه لازم دائما ناخذ محيطي. منيح. هلا هل وسيلة تشخيص التهاب قسطرة مركزية هي فقط عن طريق أنه نأخذ زرع الدم من القسطرة؟ لا أبداً، لازم يكون في اثنيناتهم المحيط والمركزية طالعين نفس الجرثوم. محيط ومركزي. وإذا كان في عندي أنا خلينا إذا أنا عندي شك بالتهاب قسطرة مركزية أكيد ما بأخذ زرع الدم فقط من القسطرة المركزية. يعني ما حتستفيدوا شيء من ناحية التشخيص إذا فقط أخذ زرع الدم من القسطرة المركزية بدون ما أخذ معه زرع دم من وريد محيطي. لكنه أنا بقدر شخص كما التهاب قسطرة مركزية عن طريق زرع دم من محيطي فقط. إذا أكثر من واحد يمكن. مو انه وسط واحد طلع ايجابي بالمحيطي، بدنا اثنين لحتى نشخص عدد ال تمام. فخلينا اول نقطه هي انه السايت سلكشن دائما المحيطي هو مفضل على المركزي، الا بحالات اذا كان انا عندي شك بقسطره التهاب قسطره مركزيه ممكن اخذ من القسطره لكن لازم يكون معه محيطي. خلينا نكون احنا البراكتس عندنا بسانفورد نحن من قسطره ما ناخذ ابدا، لانه كمان اي مانيبيليشن للقسطره بيزيد من احتماليه التهاب القسطره. هلا ملاحظين هون اللي هي ثلاث اضعاف الكونتامينيشن، ثلاث اضعاف انه يكون من القسطره المركزيه اذا اخذنا بناء مقارنه مع الوريد المحيطي. وبالتالي بهالطريقه اذا احنا حصرنا زرع الدم بالاورده المحيطيه عم نخفف من احتماليه التلوث. الشيء الثاني هو انه احنا لازم نستعمله اول شيء تعقيم للمنطقه اللي بناخذ منها. خلينا نقول ان يفضل كمان الانتيكوبيتال للاورده المرفقيه لزرع الدم، ونعطيه اول شيء الكحول كلوركسيدين او الكحوليك ايودين، وكمان بنعقم البلد كلتشرز الكفر تبعيه البلد كلتشرز قبل ما نحط فيهم الدم. ولازم نتاكد انه قبل ما نحقن الدم بقلب القسطره او قبل ما نحط الابره بقلب الجلد يكون في مرق عليه 60 ثانيه حتى يتم جفاف المنطقة، لأنه بتعرفوا تأثير الكحول يتم بعد 60 ثانية وقت بيتم جفافه. إذا كان اللي عم ياخذ زرع الدم لقى إنه بده يجس الوريد لازم يكون الكفوف معقمة،
كثير اكيد شايفينه بعينكم انه بتحط بيعتبروه كانه سحب دم محيطي، وبالتالي بتحاول او اللي عم ياخذ الدم بيحاول انه يدس الوريد بايده وياخذ الدم. بحالات زرع الدم لازم حتما يكون في كفوف معقمه. بعدين وقت نطالع الدم من القنيه الوريديه وبنحطهم بقلب الباطلز او الاناني تبعيت زرع الدم، لازم اول شيء نحط الانيروبيك باطل. بنعبي الانيروبيك باطل اذا كنا ساحبين الدم بالسرنج، لكن اذا كنا ساحبين الدم عن طريق البترفلاي اول شيء بنحط بالايروبيك باطل، لان البترفلاي تحتوي على هواء باخر اكثر، واكيد شفتوها كلياتكم. وبالتالي انا ما بدي احقن هواء داخل انيروبيك باطل، لازم انيروبيك باطل ما يفوت له هواء ابدا. وبالتالي عن طريق السيرنج اول شيء بحط بالانيروبيك، عن طريق البترفلاي اول شيء بحط بالايروبيك باطل. في اي سؤال على هالنقطه هذه؟ النقطة الثالثة، كل ما كان حجم الدم أكثر كل ما كانت احتمالية أنه يطلع عندي زرع إيجابي هو أكثر. هل لازم يتأخذ دائما هو 30 ميلي بشكل عام، لكنه بالبراكتس غالبا هل بنجمعه هو حوالي 20 ميلي، و20 ميلي من الدم بنحط منها 10 ميلي ضمن الايروبيك باطل و10 ميلي ضمن الانيروبيك باطل. معناته ونحن one set of blood cultures يحتوي على انينتين، انينه هوائيه وانينه لا هوائيه. اذا كان ما طلع معنا اكثر من 10 ميلي فاكيد اللي بنحطه ضمن الايروبيك باطل. هذا عند الكبار. عند الأولاد الصغار أطفال، إذا حدا معانا من الأطفال لهوائيات كتير نادرين عند الأطفال، وما هو شيء روتيني إنه نحن نعمل زرع هوائي ولا هوائي، بينما عند الكبار هوائي ولا هوائي دائما بأي زرع. مثل ما شايفين الدراسة هذه اللي حاطتكم نتائجها هون، إنه إذا كان حجم الدم أعلى هو مثلاً 2.3 ميلي مقارنة مع 8.6 ميلي لكل أنينة زرع دم، كانت نسبة زرع الدم إيجابي أعلى مع ارتفاع حجم الدم اللي عم ناخده نحن بكل سحب زرع دم. النقطة الرابعة، كم لازم يكون عندي عدد الأناني اللي باخذها؟ هلا حتتفاجئوا حقيقة، يمكن عندي سلايد بعد منه هلا بنشوفه، لكن على الأقل 2 sets. شو يعني 2 sets؟ إنه يكون في عندي أربع أناني، يعني لازم زرع الدم يكون حوالي 40 ل 50 ميلي من الدم عم باخده، وبعبي فيهم كل أنينة على الأقل 10 ميلي. حيكون عندي مني تنتين، واحدة هوائية ولا هوائية، وست تاني واحدة هوائية ولا هوائية، وكل واحد مسحوب من منطقة مختلفة. يعني أنينتين من منطقة مريض محيطي وأنينتين تانيات من مريض محيطي تاني. مو أنه منحط الوريد محيطي واحد ونطالع 40 ميلي بعدين منحطهم بأربع أناني، لا، بده يكون عندنا 2 punctures، واحد باليمين باليسار، أو ضرورة يعني ممكن يكون بنفس الطرف لكنه من منطقة تانية. كل ما كان عندي حجم أكبر من الدم المسحوب كل ما كان زادت نسبة احتمالية زرع الدم اللي أنا عم باخده. هذا إشي له علاقة قديش عندي كمان colony forming units من البكتيريا بقلب الدم، وممكن يكون الموجود عندكم بالدم من فقط واحد colony forming unit، وبالتالي بتكون حجم دم كتير لحتى تقدر تعمل له culture، وممكن يوصل إلى 100,000 أو 100,000 colony forming units. وبالتالي طبعا عدد
المستعمرات الموجودة بالدم له علاقة إيمتى بيطلع، قديش سريع بيطلع عندي زرع الدم إيجابي. فبتعرفوا إنه ممكن خلال 8 ساعات يخبروكم يكون زرع الدم إيجابي. هذا بيكون مترافق مع هاي كولوني فورمي يونتس، وممكن يمر يومين ثلاثة قبل ما يصير الدم إيجابي، وهذا بيكون لو كولوني فورمي يونتس. بالنسبة لوقت أخذ العينة، فطبعا الوقت المثالي هو قبل ما تصير الحرارة عند المريض، لكنه هذا الشيء غير عملي، وبالتالي غالبا بيكون في حرارة وبتقرر أخذ زرع الدم للمريض عند الوقت هذا. لكن دائما حاولوا تأخذوا زرع الدم قبل ما نبلش بالمضادات الحيوية، بأخذ بعين الاعتبار أنه ما نأخر في إعطاء المضادات الحيوية، لأنه عم يستنى زرع الدم. إذا كان زرع الدم بده ساعة ساعتين ثلاثة، بتعرفوا بالحالات الإنتانية الشديدة كل ساعة تأخير بإعطاء المضادات الحيوية تترافق بارتفاع نسبة الوفيات حسب الدراسات من 3 إلى 7 أو 8%. بأي مستشفى بالظروف العادية لازم زرع الدم يؤخذ مباشرة، ما لازم يكون في أي تأخير، وبالتالي تحضير إعطاء أخذ زرع الدم هو أقل من تحضير إعطاء المضادات الحيوية بشكل عادي بأي مستشفى. في أي سؤال على النقاط اللي عرضناها بالنسبة لسحب الدم وتوقيته وعدد الأناني وحجم الدم؟ أنا عندي سؤال صغير، هو في شيء معيار مثلاً واضح كتير وحاسم بالتمييز بين إنه يكون هذا contamination ولا يكون infection، ولا هي كلها clinical judgment إنه ماشي الحالة هيك معناتها هي infection، ما إجا الزرع مناسب للحالة اللي عن غير الستاف كوك نيجاتيف، إنه إذا طلعت الستاف كوك نيجاتيف هي likely contamination. آخر سلايد دكتورة حاحكي على هالشيء هذا. أوكي تمام شكرا. خلينا نمشي نحن عم نقول بدنا ناخذ أنينة هوائي وأنينة لا هوائي. خليني بس أشوف إذا حدا بيقدر يفسر لي السلايد هذا، ويمكن أنا جاء عبالي أسأل الدكتور علي. يا أكيد رح يكون عندك إجابة جيدة. عندك هون 5 أنواع مختلفة من الجراثيم، ومحطوطة بأنبوب زرع، كويس؟ بلش من اليسار وشرح لي أول شيء شو الفرق بين قمة الأنبوب وبين قعره. قمة الأنبوب في هواء، قعره ما في هواء. خلينا نأخذ عليه شوي شوي. خلينا نأخذ شوي شيء مزبوط. أنا بدي تساعدني لحتى الجميع يعرف شلون نحن منطلع على هالجراثيم هذه. فلاحظوا شلون قمة الأنبوب في هواء، وبالتالي الأكسجين تركيزه عالي في القمة، كل ما اتجهنا إلى القعر كل ما صار تركيز الأكسجين أقل إلى معدوم، كويس؟ فإذا الأنبوب الأولاني شو بيمثل دكتور علي؟ بيمثل الهوائيات المجبرة. اوكي شو هدول الجراثيم ما بيقدروا يعيشوا بدون هواء، بدون هواء، وبالتالي لاحظوا تكاثرهم وين صار؟ قريب الى الهواء، بدون اكسجين لحتى يعيشوا. ما في تكاثر بالسفل بالقعر لانه ما في اكسجين. طيب الحاله الثانيه دكتور علي؟ الحاله الثانيه هي حاله اللاهوائيات المجبره، اللي هي ما تمام هوائيات مجبره. تمام، لاحظوا شلون الجراثيم تم تكاثرها في قعر الأنبوب اللي هو ما في أكسجين، لأنه هذه الجراثيم ما بتقدر تتحمل تعيش مع الأكسجين، بدها عدم وجود أكسجين حتى تعيش. طيب الأنبوب الثالث، الأنبوب الثالث هي حالة الجراثيم اللي هي فيها تعيش بهواء وبدون هواء، بس الافضل انه بدون الافضل هي بدون هواء بصراحه،
بهالحالة؟ عيد، وين شايفها معنى بالكاسر أكثر؟ مع هواء ولا لا من بالهواء، الكاسر أكثر؟ بالهواء بس انا عم تروح ذاكرتي على الجايد لاين كانوا، لا لا هذيك الميكرو اورو فيليس. تمام، هلا بنشوفهم. معناتها هذول هون كريتيف، فين يعيشوا بالحالتين بس اكثر شيء بالهوائي. تمام، فهي مخيره، ما عندها مشكله. هذه جراثيم بتتكاثر بوجود هواء وبدون وجود هواء، لكنها تفضل الهواء. طيب الثالثه، الرابعه اسف. الرابعة بالتساوي بين الحالتين، بوجود الهواء وعدم وجود الهواء، بس هي يعني هي متحملة لعدم الظروف اللاهوائية. خليني أقول الكلمة مو كتير مضبوطة، متحملة متحمل للظروف للهوائية. الهوائية. لا خليني أعدل لك إياها، غير مكترثة بوجود أو عدم وجود هواء. هواء. عرفت؟ مو متحمل، يعني هي ايرو تولرانت ترجمتها مضبوط، تحمل للهواء، لكنه الجراثيم هذه عايشه بشكل حر سواء في هواء او عدم وجود هواء. بينما اخر تمام. واحده هي المايكرو ايروفيل ايروفيلز، يعني هي الحالة اللي هي بصراحة هي ممكن تعيش هي ممكن تعيش بعدم وجود هواء، هي ممكن تعيش بعدم وجود هواء، عفوا هي بتعيش بوجود ممكن تعيش بوجود هواء، لكن يفضل وسط لا هواء إلى إنباتة، يفضل فكر وسط فيها لا انت، هواء إلى إنباتة. فكر فيها اول شيء. اول شيء شوف شلون، شو اسمها هي، مايكرو مايكرو ايروفيليك، هوائيه ايروفيلز، قليله. هوائية قليلة. هلا هون انا عم ما بقى هون انا هون ليش عم الاكسجين اكثر، هون لا الاكسجين اكثر، هون ما تماما، طلعت. بس هون تماما هي بتفضل هون بحسب الصورة بتفضل وجود الوسط الهوائي، لكن لكنه بنسبة لاني اكسجين اقل. اقل، لاحظت؟ لكن هون ممكن الوسط اللاهوائي كمان ينبتها بشكل افضل. لاحظت انا هذا شلون؟ سؤالي. نحن هون عندنا هذه ما لها هوائية، لا هوائي هون، ما لها عم تطلع. هذه تتطلب نسبة أكسجين أقل، ما بتتحمل أكسجين عالي وبالتالي لا تنمو، وما بتتحمل تعيش بدون أكسجين كمان، ما عم تنمو هون. تتطلب نسبة أقل من الأكسجين لحتى تعيش. نعطي أمثلة على هالشيء هذا. الفاكولتيتيف انيروبس، اللاهوائيات المخيرة مثل إيكولاي، ليستيريا، كل المكورات العنقودية، الكليبسيلا، بروتيوس، ستافلوكوكس، إبيدرمتس، الستريبتوكوكساي، سواء جروب بي ولا نمونيا. شو يعني هالشيء هذا؟ وقت بيجي يكون زرع الدم، زرع الدم كم باطلز باخذ انا؟ تنتين ولا اربعه؟ شو حبي سؤال جاوبني، دكتور مازن؟ أربعة وباخذ زرع الدم كم انينه عندي مني؟ تنتين ولا اربعه؟ أربعة 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 اربعه. وقت بيجي زرع الدم ايجابي، كم انينه بيكون ايجابي هون؟ سنتين. ليش؟ ليش؟ بعدين نرجع لورا. فاكولتيتيف انيروبس بتعيش، بتفضل هواء بس بتعيش بدون هواء. نرجع لهون، فاكولتيتيف انيروبس بتفضل هواء، بتعيش مع بدون هواء. وقت عم باخذ أربع أناني، كل ست في وحدة أنيروب وحدة إيروب، هالجرثومة هذه تنمو عليهم كلهم لأنه مخيرة، تقدر تعيش بهواء تقدر تعيش مو هواء. وبالتالي حيجيكم زرع الدم أربعة من أربعة إيجابي لهالجرثومة هذه. هلا ممكن يجي الهوائي قبل اللاهوائي، يعني بيجيكم أول يوم بيلوكم تنتين من أصل أربعة إيجابيات، هالتنتين هدول هنين وحدة من كل ست اللي هي الأنينة الهوائية. تاني يوم بيلوكم صاروا الأربعة إيجابيات لأنه أخذت وقت أكثر لحتى تتكاثر
بالأنينة اللاهوائية، واضح؟ بينما الجراثيم اللي هي مجبرة أن تكون لاهوائية مثل الأكتينوميسيس، كل البكتيرويدس، الكلوستريديوم، الفيزوباكتيريوم، البيبتوستريبتوكوكساي، البروفيتالا مثلا، والبروبيوني بكتيريوم، يمكن تغير اسمها هلا، هذول مجبرين انه يكونوا لاهوائيات. بيجيكم ايجابي حيجي فقط من تنتين، هي الانين اللاهوائيه، بينما الهوائيه حتكون سلبيه. بالمقابل المجبره الهوائيه هي السودوموناس اللي حتشوفوها كثير، حيجيكم فقط تنتين من اصل اربعه هن ايجابيات بالهوائيه، اللاهوائي حيكون سلبي. النوكارديا، نيسيريا جونوريا ما بتشوفوها كثير بالدم، والباسيلوس. وبالتعمليا المجبرات الهوائيه بنشوفهم بعنايه مركزه بشكل اساسي السودوموناس، وانا بعطي امثله عن الشيء هذا. خلينا نشوف عدد ذروات الدم اللي بناخذهم. هلا بشكل عام حقيقه لازم يكون المثالي انه ناخذ ثلاث ست، ثلاثه يعني ست اناني، لكنه اللي بيصير بالبراكس انه احنا بناخذ دائما فقط تو سيتس. هل باي حاله وجود persistent بكتيريميا حقيقه تو سيتس كافيين؟ إذا كان البريتست probability للبكتريميا عالية، إذا تذكروا السلايد الأول اللي أخذناه، كل الحالات اللي فيها أنه أكثر من 50% يكفي أنه ناخذ نحن فقط أربعة أناني أو باتلز للبلوك كلتشرز. هالشيء هذا مثل مثلا إندوكارديتس، ما في داعي ناخذ أكثر من تو سيتس. هلا لازم ناخذ ثلاثة سيتس، يعني ست أناني من ثلاث أماكن مختلفة، مع العلم إنه كثير نادر بالبراكتس نساوي هالشيء هذا. بس شو بنساوي؟ بناخذ تنتين تو سيتس هلا كل واحد من طرف، وبعد ست ساعات بناخذ واحد ثالث. هلا هالشيء هذا هو بنساوي وقت بتكون الحالات عندي مني غير وعاء داخل وعائي، يعني ما لها persistent bacteremia، بالintermittent bacteremia مثل انتانات البطن او التهاب الرئه او ما شابه، اللي هي احتماليه انه يكون في عندي bacteremia هي low to moderate، يعني كل شيء تحت ال 50% او اقل، كل شيء تحت ال 20%، اسف. أربعة سيتس، إنه ناخذ نحن 80 ملي من الدم بأربعة سيتس كثير نادرة، لكنه وقت بيكون البريتست probability تبعيت البكتيريا هو عالي كثير، يعني في عندي احتمال إندوكارديتس مثلا، لكنه الجرثومة ممكن تكون كوأجليز نيجاتيف ستاف، اللي هي ممكن تكون كونتامينت. مشان نحن بننفي انه هي كونتامينت، بدي انا اكثر عدد السيتس اللي باخذهم، وبالتالي برفع ثلاثه او اربعه سيتس لحتى انا اعرف انه هل الجرثوم هذا اللي عم يطلع هو ترو باكتريميا ما له كونتامينيشن. اعطيت مثال عنه هو كل التهابات شغاف القلب بالدسامات الاصطناعيه، أو إذا كان في عندي بيس ميكر انفكشن، والجرثومة اللي أنا شاكك فيها هي كواجيليز نيجاتيف ستافلوكوكس. في أي سؤال على عدد الكلتشرز اللي عم ناخذهم؟ طبعا البراكتس أكيد بتعرفوا كلياتكم 99% من ذروات الدم هي عبارة عن فقط تو سيتس. بعد ما ناخذ الزرع، طبعا حسب الجهاز اللي عندكم بيروح على الاوتوميتد كونتينوس مونيتورنج. هلا تقريبا كل المشافي اللي متقدمه فيها هالطريقه، اللي تعتمد على انتاج غاز ثاني اكسيد الكربون من الجرثوم،
إذا كان موجود بكتيريا فالجرثوم يتم إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون، يتم كشف هالغاز هذا بالجهاز. إذا كان موجود عندنا فبيؤدي إلى تسريع عملية كشف زرع الدم الإيجابي بفترة 1 إلى 3 أيام أقل، يعني أسرع قصدي، من الطرق الاعتيادية. الطرق الاعتيادية اللي موجودة نحط الدم بالحاضنة، تتطلب فترة أطول لحتى يتم تكاثر الجرثوم، وبعد منها يتم فحصه، أو أحيانا ممكن يتأخذ يعمل زرع أو جرام ستين، صبغة بالجرام ستين بشكل عام حتى نشوف إذا في جراثيم ولا لا، أو نعمل سب كولتشرز كمان مرة تانية، وبالتالي بتأخذ العملية فترة أطول من 2 إلى 3 أيام. إذا كان المريض محطوط على مضادات حيوية سابقا، يفضل سحب الدم بأناني زرع دم تحتوي على قاتل أو مو قاتل، عامل مثبط للأنتي بكتيريال ايجنتس الحيوية مثل الريزنز شاركول أو أي أضر ليتيك ايجنتس. بشكل اعتيادي يتم زرع الدم لمدة 5 أيام إلا إذا طلبته غير هالشيء. معظم الجراثيم يتم كشفها خلال 24 إلى 48 ساعة. الوسائل الحديثة تبعية الأوتوميتد بلود كولتشرز اللي حكيت عنهم قادرة على أنه كمان تكشف الجراثيم النادرة اللي هي أكثر فاستيشيوس، حدا يترجم لي إياها، فاستيجيوس أكثر غيرها. هذه شو اسمها بالعربي؟ هشي. ثانك يو. الهشي هذول المتغيره غذائيا، هيك اغتزائيا هيك، تمام. يتم كشفهم كمان خلال 5 أيام بهذه الوسائل الحديثه. امتى نتطلب نحن انه نسال المخبر يخلي زرع الدم اكثر من 5 أيام؟ وقت نحن منشك بوجود مثلا ليجينيلا بالدم، لكن في وسائل ثانيه لتشخيصها. حقيقه انا نادرا بحياتي ما طلبت من المخبر يخلي الدم اكثر مشان ليجينيلا. اللي عنده حوالي حالات من التولاريميا، هذه بدها فتره اطول. كمان بتعرفوا انه البارتينيلا ما بتشوفوها كتير، لكن بتشوفوا كتير بورسيلا عندكم، تتطلب زرع دم قد يصل إلى 21 يوم، وبالتالي بده فترة أطول. الكانديدا ممكن تنكشف خلال 5 أيام الأولى، لكن معظم الفطور تتطلب حتى 14 يوم، وفي أوساط خاصة فممكن يكون كمان تطلبوا زرع دم على أوساط خاصة من الباطز الموجودة إذا كان أنتم شاكين بفونجل إنفكشن. ومثل ما بتعرفوا الميكوبكتيريا تتطلب حضن لفترة أطول، تصل إلى 4 أسابيع أو أكثر. لكن بشكل عام معظم الزروعات خلال 24-48 ساعة بتعطيكم إيجابية، ويتم حضن الزرع بشكل عام لكل الزروعات لمدة 5 أيام. ما حفصل كتير بالidentification تبعية الجرثومة، لكن بيعتمد على الجرام ستين واحد واثنين البيوكيميكال ايدنتيفيكيشن تيست، اللي هنين بيختلفوا حسب ميزات المستعمرة الجرثومية. طبعا في شكل المستعمرة ممكن يميز جرثوم عن آخر، لكن الفحوصات الحيوية الكيميائية، الارتكاسات الإنزيمية، أي ميتابوليك أكتيفيتيز، كمان الكربون سورسز تبعيتهم،
وكمان الديتكشن لفولاتايل او نون فولاتايل اسيتس. الشيء هذا بياخذ حوالي 16 ل 24 ساعه. بالنسبه للموليكولار ميثودز اللي بيحب يرجع للمحاضره موجوده على اليوتيوب، حكينا بالتفصيل عن الوسائل الحديثه اللي عم تستعمل الطرق الجزيئيه لحتى نحن ناخذ تعريف اسرع بالجرثوم بهالطرق هذه. ما حفصل فيه لانه الغايه هي زرع الدم والجرثوم. بعدين ناخذ الاختبارات معرفه حساسيه الجرثوم على المضادات الحيويه. طبعا لازم ما نساوي الحساسيه هذه الا اذا كان زرع الدم هو هام سريريا، يعني اذا كان طلع كونتامينيشن ما بنعمل عليه حساسيه وما في داعي نكلف المخبر او المريض المصاري هذه. الايجنتس اللي بينضافوا انا بشوف كثير زروعات بتجي من سوريا بشكل اساسي، تلاقي بيحطوا لك الحساسيه هي نفسها لكل الجراثيم. هذا الشيء بخربط الطبيب اذا ما كان عارف، يعني مثلا اذا كان سيدوموناس ما في داعي تحطوا له سيفازولام تطبيع وقت على الفاضي، ما في داعي تحطوا له اوجمنتم. السيفازول السيدوموناس بانل لازم يكون موجود عليه فقط المضادات الحيويه اللي هي معروفه انه فعاله تجاه السيدوموناس، يعني البيبرسلين، البيبرسلين تيزوباكتام، السيفتازيديم، السيفيبم، الميبنم، ما لازم يكون موجود الارتابنم لانه ما فعال تجاه السودوموناس. الكولستين طبعا ممكن تحطوا الليفوفلوكسسين، لكنه ما لازم يكون عليه البانل اي دواء هو بالاصل غير فعال تجاه السودوموناس. المكورات العنقوديه مثلا بالمقابل ما لازم نشوف انه والله حاطين استرينام للبانل، لأن الاسترينام ما بتغطي المكورات العنقودية وبالتالي ما لازم ضوات. البانل لازم يكون فقط شامل على المضادات الحيوية اللي هي فعالية، وبالتالي بعدين فعالة تجاه الجرثوم. هذا بعدين نشوف أن واحد كان ريزيستنس وأن واحد سنسيتيف، ويفضل طبعا أن ناخذ الام اي سي، وفي عنا وسائل مختلفة لحساب الام اي سي ما حفصل فيها. اللي حابب وقف عنده أكثر هو pattern of bacteria. طيب خلينا نشوف، أنا إذا إجاني زرع الدم إيجابي فأول شيء بدي بذهني بدي أقول إنه هل هو contamination ولا هو true bacteremia. إذا كان contamination فهذا يعني إنه الزرع غير حقيقي، الجرثوم غير موجود داخل الدم، وإنما تم تلوث الدم بهذا الجرثوم، سواء كان من عملية أخذ الدم أو أثناء فحص الدم بالمخبر. السلايد اللي بعده حط شوية أسس لهالشيء هذا. أول شيء بدي أعرض أنا الأنماط البكتيريميس. مثل ما شايفين في عندي ثلاث أنماط حقيقية. واحد ترانزيانت، اثنين intermittent، ثلاثة continuous أو persistent. كثير لهم أهمية إنه نفهم نحنا هالأنماط الثلاثة هذه. الترانزيت تقريبا ما حتشوفه، لكنه تعريفا هو دخول الجرثوم إلى الدم مرة واحدة فقط، ووجود هالجرثوم هذا لفترة محدودة داخل الدم عادة هي أقل من 30 دقيقة، وبعد ذلك يتم طرح هذا الجرثوم وقتله وتصفيته بالوسائل الدفاعية الموجودة وبتصفيته عن طريق الحال وعن طريق الكلية، طرحه عن طريق الكلية. هلأ هالشي هذا بيصير نتيجة وجود manipulation أو تحريك لجراثيم موجودة على غشاء مخاطي. مثال على هالشيء هذا انه مثلا واحد عنده تنخر بالاسنان
وتنخل واصل للثة وبفرشي أسنانه. فرشاية الأسنان هذه ممكن أن تفوت الجراثيم داخل الدم ويصير عنده قشعريرة المريض، بالتالي يصير عنده تجرسم دم لكنه يتم طرحه مباشرة. شغلات بسيطة ثانية ممكن تساوي أن المريض عنده إمساك شديد جدا ويتم ضغط بشكل كبير، فبيرتفع الضغط داخل الكولون، هذا الشيء يؤدي إلى translocation من الجراثيم اللي هي موجودة بشكل طبيعي بالكولون لكنها تنتقل إلى الدم وتتم طرحها. هلا ممكن يكون في عندي مني أنا إجراءات معينة، مثلا مريض دخل عن طبيب أسنان وتم إجراء عمل سني له حتؤدي إلى حدوث ترانزيت باكتريميا، مثل أي عملية تنظير، خصوصا إذا كان تنظير مثاني وفي جراثيم موجودة بالبول. طبعا البول هو عقيم بشكل عادي بشكل عام، لكنه إذا كان في عنده مريض تجرسم بسبب أو آخر ركودة وعملنا عملية تنظير، فممكن يؤدي هذا إلى إحداث ترانزيت باكتريميا. ومن هون نحن هدول المرضى اللي عندهم خطورة عالية للإندوكاردايتس بنحب نعطيهم مضادات حيوية قبل إجراء العمل هذا اللي يؤدي إلى ترانزيت باكتريميا، إذا كان المريض عنده تأهب لأنه هالجراثيم هذه تعمل سيدينج داخل الدسامات، فبالتالي يصير عنده إندوكاردايتس بالمستقبل. إعطاء المضادات الحيوية الواقية تفيد عند هالمرضى هذول. فعملية المضادات الحيوية هي فقط للترانزيت باكتريميا المرافقة لهذه الأعمال اللي حكيتها. أعطيت مثالين لكنه في أكثر من مثال لهالشيء هذا كمان، بينات العمليات الجراحية وما شابه. خليني أنا انتقل للكونتينوس لحتى تتضح الفكرة. وقت بنقول continuous أو persistent أو جرثوم دم دائم، شو يعني؟ الجرثوم موجود داخل الدم. طيب شلون بده تكون الجرثوم داخل الدم؟ معناته أنا عندي إنتان داخل الأوعية الدموية أو على تماس مباشر مع الأوعية الدموية، وبالتالي كل ما حط إبرة بهالدم هذا هتطلع إيجابية، سواء كان في حرارة ولا ما في حرارة، سواء كان في قشعريرة ولا ما في قشعريرة. ما هو الإنتان داخل الدم مثله مثل إذا كان عندي خراجة. إذا في عندي خراجة، إذا حطيت إبرة بالخراجة شو لازم يطلع الزرع؟ لازم يطلع إيجابي. طيب أنا خراجتي هون هي الدم، الجراثيم موجودة لكنه طبعا عدد الجراثيم الموجودة هو قليل، والإندوكاردايتس هو غالبا بيكون بعدد جراثيم أقل مما هو عليه. مثلا إذا كان حطيته ضمن خراجة، خراجة حطه بقلب طالع وعمل له جرام ستين بيطلع الجراثيم بتشوفه موجودين مباشرة، بينما بالدم باعتبار الكولونيز بيكونوا أقل بدك تعمل له زرع تستنى عليه حتى تتكاثر الجراثيم شوي بينما تشوفه على جرام ستين. لكن المبدأ هو إذا كان عندكم زرع دم إيجابي دائم يدل على وجود إنتان داخل الدم. طيب شو يعني هالشي هذا؟ يعني أنا شو بدي أعرف إنه persistent؟ ما أنا أخذت أربعة sets only أو اثنين sets only أربعة bottles، هذه أول مرة إذا طلع إيجابي وعندي شك وجود endocarditis، ثاني يوم بعيد زرع الدم. إذا طلع إيجابي ثاني معناته عندي persistent bacteremia. تعريف persistent bacteremia تختلف، هتشوفوها من كتاب للآخر، لكنه أي وجود مستمر للجرثوم داخل الدم بفاصل 6 ساعات إلى 12 ساعة أو أكثر هو persistent bacteria. إذا أخذت زرع الدم هلأ إيجابي بعد 12 ساعة تطلع إيجابي، هذا persistent bacteria. إذا أخذت اليوم زرع الدم ثاني يوم طلع إيجابي persistent bacteria. واللي شايف endocarditis ممكن المريض يضل إيجابي لمدة 4 أيام، 5 أيام، 7 أيام أو أكثر. وطبعاً هذه واحدة من الأسباب اللي إذا كان استمر في المرضى اللي عندهم إندوكاردايتس بتجرسم دم أكثر من 7 أيام، ساعتها ممكن نفكر إنه يكون في استطباب جراحي. مين بيعطيني مثال آخر لإنتان دم اللي تجرسم دم مستمر؟
على نفس المبدأ، خلينا نحط تشخيص تفريقي لكل حالات اللي تعطيني تجرثم دم مستمر. طيب thrombophlebitis نفس المبدأ، septic thrombophlebitis أو suppurative thrombophlebitis، الإنتان موجود داخل الدم داخل الثرومبوس وبالتالي لازم يطلع إيجابي كل مرة عم باخده. طبعا هدول نسبة إيجابية الدم لازم تكون أكثر من 95% غيره. septic aneurysm. excellent. mycotic aneurysm التعريف القديم تبعها والاسم القديم هن طبعا septic aneurysm يعني infected aneurysm موجود فيها جراثيم. موجودة وين الجراثيم هذه؟ ضمن الدم وبالتالي دائما موجود بالدم، كل ما أخذنا زرع دم حيطلع إيجابي غيره. كل الديفايسات اللي بالقلب بصير عليها انفكشن، كل الديفايسز دكتورة هي حلوة، الديفايسات حلوة بالجمع التأنيث قولي شو هو جمع تكسير ولا جمع تأنيث ديفايسات كل شيء foreign bodies intravascular foreign bodies. من هون line infections اللي موجود عندنا بالعناية، هذا persistent bacteria. إذا أخذت زرع الدم اليوم طلع إيجابي، بعمل زرع دم تاني بيطلع إيجابي، بدي يدور على شيء داخل الدم. دكتور ماجد غير اللاينز مثل شو دكتور ماجد؟ ما I just interrupt just يعني في شيء يعني ما فهمته. يعني if I do the blood culture today and was positive and then طبعا هذا I'm assuming is empirical إني أعطي الأنتيبيوتيك وأعيده مثلا after 4 days is the same to me either إن there is no source control ولا there's a resistance على الأنتيبيوتيك. يعني لا دكتورة خلينا نحن نقول شغلة وقت منقول نحن وقت خليني بحكي كلمة intermittent خلينا نجمعهم مع بعض تتضح الفكرة أكثر. بس خليني أخلص قبل إنه إذا كان persistent bacteria أنا كل ما باخذ الزرع الدم عم بيطلع إيجابي عندي مني، بدي أفكر بدرجة أولى إنتان له علاقة أو على اتصال مباشرة بالدم. فإندوكارداتس، إندارترايتس، ثرومبوفلبيتس، إنفكتد أنيوريزم، إنترافاسكار لين إنفكشن، غرافت إنفكشن، شنت إنفكشن، فيستيلا إنفكشن، هدول تبعية مرضى الدياليسيس كلياتهم. إذا مريض عنده غرافت بقلب الأورتا وإنفكتد الغرافت بيعطيكم persistent bacteremia. وشكرا دكتورة، هلا تتضح الفكرة بس بعد ما خلص الانترميتنت بعدين بنربطهم منه، لأنه الغاية نحن نحط clinical diagnosis. بس خليني أنا تكون واضحة الأمور إنه إذا كان عندي إنتان داخل وعاء دموي أو على اتصال مباشرة بالدم، كل ما حطيت الإبرة وأخذت الدم بيطلع إيجابي طبعا بغياب المعالجة. شو غيره ممكن يكون إيجابي دكتور علي؟ والله لا غير اللي موجودين بالسلايد. أنا عم أتذكر في مرض ما هو إنه بيعمل إنتان دم مستمر غير البروسيلوسيز وغير التيفية. هلا الموجودين بسلايد هن التيفية والبروسيلوسيز. تمام أنا هذا بدي لا أركز على هي. خلينا أقول الآلية الأولى لتجرثم دم مستمر هو وجود بؤرة إنتانية ضمن الدم أو على مثل سلمونيلا التيفية. سلمونيلا التيفية بتقعد باللويحات العصبية تبعيت الأنيوريزم تعمل التهاب بطانة أو التهاب بطانة الأبهر. خليني أقول الآلية الثانية هي أي إنتان يؤدي إلى تجرثم بالليمفاتيك سيستم
باللمفاتيك سيستم او باللمفاويات حتى الكليات مثل البروسيلوسيس. اللمفاويات اي سيستم هذا، لانه وين بيصب بالنهايه؟ بالدم. فاذا كان هذا الانتان موجود ضمن هاللمفاتكس هذول داخلهم وعم يصب الدم بشكل اساسي الحمى التيفيه والبروسيلوسيس المالطيه اللي تشوفوها ببلادكم. عشان هيك تشخيصها هذا خلال الاسبوعين الاوليين من الانتان، التيفيه بشكل اساسي خلال الاسبوع الاول والمالطيه خلال اسبوعين، هذول بيعطوكم persistent bacteria. ايمت ما اخذنا زرع الدم بيطلع ايجابي بنسبه اقل مما هي عليه بانتان داخل الدم، يعني قلنا 95% واكثر، هون 70% واكثر. هلا الميكوبكتيريا كمان احنا نحكي على البكتيريا، لكنه يمكن هذا الاسطر الميكوبكتيريا كمان هي persistent mycobacteremia، وبشكل اساسي من الميكوبكتيريا هي الام اي اي الميكوبكتيريا ايفيوم انتراسيلاري اللي بنشوفها عند مرضى الايدز، هذه بتعطيكم persistent mycobacteremia كمان. فهذا persistent bacteria، أي مرة أي زرع دم بيجيكم إيجابي لفترة على الأقل 6 ساعات ل 12 ساعة، أو خلينا نقول تعريف أكثر هي 12 ساعة، إذا بيجيكم هالشيء هذا بهالفارق هذا غالبا هذا persistent bacteria، بتكون تفكروا بأحد التشخيصات السريرية هذه. منيح؟ هلا بنيجي للintermittent bacteria اللي سأل السؤال دكتورة سعدة، صح ولا لا؟ ايوه دكتور. انا على فكره ما عم شوف الاسامي لانه بيطلع قدامي مني السلايد، وبالتالي ما عبارك مين عم بحكي، فبحاول انا من الصوت اعرف مين اللي عم يتكلم. الانترميتنت باكتيريا شو تعريفه؟ هو وجود الجرثوم داخل الدم لفتره مؤقته بشكل متكرر. وجود الجرثوم داخل الدم لفترة مؤقتة بشكل متكرر، بصير عندي بكتريميا، بعدين تجي فترة راحت البكتريميا مع عصب البكتريميا، بترد بترجع البكتريميا. شو يعني هالشي هذا؟ يعني في عندي seeding للبلود intermittently، أو في عندي دخول جرثوم للدم بشكل متقطع. هالشي هذا ممكن يتم بعدة آليات، واحدة منهم مثلاً وجود آفة منخرة، مثلا التهاب رئة تنخري، يعني نيكروتايزينج. أنا عارف أنه الكلمات العربية دكتورة تساعدك ما تفهميها منيح، المنخر يعني نيكروتايزينج. إذا كان عندكم نيكروتايزينج بروسيس، التهاب رئة منخرة، والمريض عنده هيموبتسيس نفث دم، بالتالي جرثومة ممكن تفوت للدم أو تفوت بشكل متقطع. اثنين، آلية تانية ممكن يكون باعتبار الانتان موجود ضمن النسيج الرخو، ممكن يروح لللمفاتكس، واللمفاتكس موصولة بالدم intermittently، بتفوت على اللمفاتكس drains into the lymphatics وبتروح على الدم تعطيني intermittent bacteremia. ثلاثة، أي manipulation، إذا كان عندي خراج عملت له خزع، بفوت عن طريق بعض الأوعية الدموية الدقيقة طبعاً، وبالتالي ممكن ساوي سيدينج للبكتيريا. فبأحد الآليات هذول الثلاثة الإنتان ما هو موجود داخل الدم، كان هو موجود ضمن النسيج الرخو أو خارج الدم، لكنه ممكن يتصل بالدم بشكل متقطع. من هون قلنا انه هذا الشيء ما له مستمر، يعني مو كل ما حطيت الابره انا بده يكون ايجابي، بدي انا احط الابره وبيكون في عندي بكتيريا مترافقه مع هالانتان هذا. من هون اجت النسبه تبعيت هالبكتيريا هذه هي حوالي 20 ل 30% مو اكثر، مثل ما شفنا بالسلايد الاولاني. وبالتالي هذا المريض وقت باخذ الزرع الدم تبعيته عندي أنا احتمالية مريض ذات الرئة أنه يكون 30% منه زرع إذا إيجابي، إذا إيجاني إيجابي والكلينيكال سيندروم تبعيتي هي نمونيا، ما في داعي عيد الزرع تبعيه المريض هذا. إذا الزرع الدم إيجابي وأنا شاكك بنمونيا،
فصدف انه والله وقت حطيت عملت زرع الدم كانت الجسوم الموجوده في الدم. هذا المريض بيقول لك دكتوره اللي انت قلتي انه بعد 3 ايام اذا عملت زرع الدم وكان ايجابي، طيب شو احتماليه انه مرتين عند المريض ورا بعضهم بعد يومين ثلاثه حط عمل زرع الدم ويطلع ايجابي؟ وانا قلت الاحتماليه الاولى هي 30%، هذا لكل حادثه. اذا عملتها مره ثانيه انا طلعت ايجابي، هون انا بدي اشك يا ترى هل انا عندي persistent bacteremia عند المريض هذا ولا لا، لانه احتماليه ان اثنين يكونوا ايجابي شوي صعبه بالintermittent bacteremia، بالتالي بدي افكر بشيء ثاني. طبعا ما بقول انا انه مو ممكن، لكن الاحتماليه صارت اقل. انه يكون عندي زرع واحد هو 30%، بينما اخذت زرع اول يوم وثاني يوم عملت زرع ثاني يطلع ايجابي، احتماليته هي 10% او اقل انه يكون عندي الزرع الثاني ايجابي. شو الحالات اللي بتعطيني intermittent bacteremia؟ عدوا كل الانتانات اللي خارج الدم، يعني عم نحكي على انتان نسيج خلوي جلدي، انتانات العظم كلياتها، انتانات المفاصل كلها، ذوات الرئة، انتانات الجهاز التناسلي، انتانات الجهاز العصبي المركزي، اي انتان لكنه غير اللي نحن ذكرناهم بالانترميتنت بالبرسيستنت باكتيريا. في اي سؤال لـ patterns of bacteremia؟ هذه باترن بالضبط اس ان شاء الله النساء. طيب هلا من ناحية العملية خليني احط هالسلايد بين ايديكم. انتوا هلا عم بيصير انه بيجيكم زرع الدم ايجابي. اذا اجاكم زرع دم ايجابي شلون طريقه مقارنه؟ اول شيء ما بتعرفوا الجرثومات، بيجي زرع الدم ايجابي انتوا ما بتعرفوا الجرثومه لسه. هلا اذا كان عندكم متلازمه سريريه واضحه بوجود، لان اول شيء انا ما عملت زرع الدم الا لبعد ما شخصت السريريه وقلت انه انا على الغالب عندي مني التهاب حويضه وكليه، عندي التهاب رئه، عندي التهاب داخل البطن او التهاب سحايا. اذا كان المتلازمه السريريه تبعيتي هي واضحه عند مني وجاني زرع الدم ايجابي، ما في داعي اعيد زرع الدم. صدف انه انا حطيت زرع الدم وصافي كان عندي في intermittent bacteremia، وبالتالي انا تتوافق صار عندي جرثومه وبدا انا اعدل المضاد الحيوي بناء على حساسيات التطور. بينما اذا كانت المتلازمه السريريه تبعيتي غير واضحه او تتناسب اكثر بوجود انتان داخل الاوعيه، يعني اذا كان عندي شاكك بانتان خط مركزي، شاكك باندوكاردايتس، بيجيني زرع الدم ايجابي، مباشره بقول لهم خذوا زرع الدم ثاني. ليش؟ عشان اثبت التشخيص بوجود persistent bacteremia. بالطريقة هذه إذا إجا الثاني إيجابي ساعتها أكدت persistent bacteremia. هذه بالنسبة لبعيد زرع الدم ولا لا. هلأ بعد حسب الوسيلة اللي بتستعملوها ممكن تجيكم الجرثومة خلال 24 ساعة أو أكثر. هل جدول هذا يعطيكم على اليسار؟ لاحظوا شلون إذا طلع عندكم أحد هالجراثيم هذه أوعكم تقولوا إنه هذه contamination أبداً. هذه دائماً إلى أهمية سريرية، مكورات عنقودية، Streptococcus pneumoniae، مكورات عقدية، مكورات رئوية. الجروب A Streptococcus ما له contamination إلا الإنتروبكتيرياشيا، يعني الإيكولاي والكليبسيلا ما لهم بروتيوس ما لها contamination. هيمافيلس إنفلونزا ما لها contamination.
سودوموناس اريجينوزا. إذا عندكم بكتيرويدس لهوائيات ما لهم contamination، وطبعا الكانديدا never contamination، دائما عاملوها بمعاملة إلى أهمية سريرية. بالمقابل على اليمين هون الجراثيم هذه على الغالب عادة هي جراثيم تدل على تجرسم، على تلوث. المكورات العنقودية سلبية الكواجيليز ما عدا ستافيلوكوكس لوكجينينسيس، إذا كان المخبر قادر إنه يساويكم هذه وتجيكم هذه إلى أهمية سرية. الكوريني باكتيريوم كلهم ما عدا طبعا السي جيكيوم والدفتريا، البروبيوني باكتيريوم كلهم، هذا التسمية القديمة اللي تغير اسمها للبيوتي باكتيريوم أو الجراثيم الجلدية تبعيت الأكني، كلهم هاد هنن usually contamination ما له أهمية سريرية. كل الباسيلوس هنن contaminants ما عدا طبعا الأنثراسس الجمرة والميكروكوكس سبيشيز كلهم usually contaminants. طبعا نحكي انه usually معناته في حالات نادرة ممكن يكونوا true organisms، لكنه هدول الجراثيم لحتى مثلا كواجليز نيجاتيف ستاف تكون هي ترو، بده يكون عندي الكلينيكال سيندروم المناسبه، يعني مثلا اندوكارديتس نتيجه السام صنعي، والجرثومة عم بيطلع عندي مني دائما من ثلاثه سيتس او اكثر، يعني الاناني السته كلياتهم ايجابيات. هلا نجي لاخر سلايد بالنسبه للكونتامينيشن. هلا بالنص عندكم جراثيم حقيقة ممكن تكون contaminant وممكن تكون clinically important. بشكل أساسي الانتروكوكساي والفيردن ستريبتوكوكساي، هون بتكون تستعملوا الحنكة السريرية تبعيتكم لحتى أنا أقدر أقول لا هذه الجرثوم هو غالبا حقيقي. طبعا هون إعادة، وقت بيجي عندي مثلا انتروكوكس إعادة زرع الدم له أهمية كبيرة، لأنه مو معقول تعملوا contamination دائما لهالجرثوم هذا. بالتالي إذا ثاني يوم عملنا هالزرع الدم وكان إيجابي صارت هون persistent بكتيريميا، وبالتالي ممكن يكون مريض عنده endocarditis. في أي سؤال على هالسلايد هذا؟ طيب معناته مشان جوابا للسؤال دكتورة بنا، أنا كثير له أهمية إنه أنا وقت بيجيني زرع الدم ويا ترى هذا contamination ولا لا. فأول شغلة هي كم واحد يجاني إيجابي. عندي 4 باطلز أنا، إذا جاني 4 من 4 صعب كثير إنه أقول هذه contamination. مو ممكن إنه هو ممكن، لكنه نادر جدا إنه أنا أعمل contamination باليمين وباليمين. على الغالب بيكون في عندي 1 من 4 أو 2 من 4، لكن إذا كان 2 مثلاً طلعوا أنا 2 منهم، أنا عباخد دم من اليمين وعباخد دم من اليسار، إذا طلع عندي 2 من 4 إذا 1 من هون إيجابي 1 من هون إيجابي ممكن يكون 2 هدول إيروبيك أو أنيروبيك فما لهم contamination، وبيكون 2 بيكون 2 اللي من طرف واحد اللي هنا الايروبيك والانيروبيك اثنيناتهم ايجابيات. وبالتالي من ناحيه عدد الباتلز اذا كان عندي 1 من 4 او 1 سيت ايجابي والثاني سلبي، فممكن نقول انه هذه قد تترافق مع contamination. النقطه الثانيه هي الجرثوم اللي طلع عندي مني، اللي ذكرتهم بالسلايد اللي قبل منه، إذا كان واحد منهم مع وجوده بباطل واحدة على الغالب contamination. النقطة الثالثة اللي لها أهمية، وقت أنا بيكون عندي contamination بيكون very low inoculum، وبالتالي ما بتطلع الجرثومة ثاني يوم مباشرة، ممكن تأخذ فترة أطول
ممكن تطلع بعد 48 ساعة، لكنه هذا الشيء مو يعني دائما تتأخر، ممكن تطلع الكونتامينيشن خلال يوم واحد، لكنه القاعدة هي كل ما كان عندي إناكلم أكثر كل ما طلعت الجرثومة أسرع بزرع الدم. والنقطة الرابعة اللي لازم تاخذ بالعين، أنا منين سحبت الدم؟ هل سحبته من الكاثيتر؟ وبالتالي احتمالية التلوث أعلى مما لو هو عليه بالوريد محيطي. وآخر نقطة حقيقة هي التقييم السريري تبعيتكم، هل المريض عنده منه أي مشكلة أدت لأنه والله أفكر أنه والله عنده الجرثومة هذه ولو طلعت من واحد لازم أنا هيك. في جميع الأحوال أنا لحتى أقطع الشك باليقين بعيد زرع الدم. فإذا جاكم زرع دم إيجابي وما نحن متأكدين أنه والله هاي الجرثومة contamination ولا لا، عيدوا زرع الدم وشوفوا إذا كانت مستمرة ولا لا. هيك بتصور خلصت، إذا كان في أي سؤال بأخذه. دكتور مازن شكرا جزيلا للمحاضرة ويعطيك العافية. في عندي سؤال، في بعض الأحيان أحد المشافي صار معي من زمان إنه كان في بقاعدة التنظير الهضمي البروبوفول غالبا بين قوسين وتكرر أكثر مرة، وغالبا هو البروبوفول كان مسؤول. بعد تخدير المريض بيكون المريض بحالة عامة جيدة جدا، بعد تخديره بيطلع مع عروقات وبردية، عفوا شيلز وفيفر وحرارة، وغالبا كان عم يتم يعني عم يتم اتهام البروبوفول بهذا الشيء. هلا ان كان مزبوط هذا الحكي، وطبعا اكثر من مريض يعني بيكونوا مثلا اليوم مثلا فات على التنظير الكولوسكوبي او الاندوسكوبي كان عم يفوت مثلا مريضين او ثلاثه تون صار معهم هيك شيء، في حال انه تم حقن المريض بهي الماده الكونتامينيتد، شو هي فرص انه يكون هذا البكتيريميا ترانزنت او او انترميتنت؟ طول ما الماده يتم حقنها داخل الوعاء الدموي حيعطيك persistent bacteria. مجرد ما انقطع، فلاحظ اعطيت مثال حلو كتير دكتور علي لا intermittent bacteria، لكنه شو طريقة الدخول للدم؟ هو القنية تبعه. طول ما هالقنية موجودة والسائل هذا الملوث عم ينحقن بالدم persistent bacteria، إيما وقفها intermittent bacteria. واضحة؟ تمام. الفرص انه هو المريض يصير عنده يعني هو بده يكون عنده يا ديفايس يا بده يكون عنده مشكله بالصمامات، لحتى اذا المريض ما عنده لا ديفايس ولا عنده مشكله بالصمامات شو هي احتمالات؟ لا دكتور دكتور ما له علاقه، هذا مريض عم تحقن له سائل ملوث بجراثيم، هذا ما له علاقه بصماماته، نحن عم بتفوت الجرثومه وتسير مع الدم، وطول ما لك انت مستمر بحقن هل السائل هذا الملوث هيعطيك بكتيريميا. انا قصدي انه احتمالات التطور المستقبلي انه هو حيتاسس مثل اي مثل اي ترانزينت او انترميتنت بكتيريميا. ونحن قلنا المريض اللي عنده منه دسامات متاثره، انا قلت ترانزينت بكتيريميا نتيجه الاجراءات، لكنه مثل انترميتنت بكتيريميا، هذا المريض اللي عنده مثلا دسام متأذي صار عنده نمونيا صار عنده intermittent bacteremia عنده chance يصير عنده endocarditis. نفس الشيء، فوجود تجرثم الدم بغض النظر عن وسيلة اللي دخل فيها الجرثوم إلى الدم، سواء كان manipulation للميكوزا، سواء كان عمل سمني أو التهاب رئة أو التهاب pyelonephritis أو تلوث وريدي، تلوث سائل وريدي، كله حيساوي ممكن يساوي endocarditis إذا كان جرثومه seeded on the valves. واضح دكتور؟ تماما. وإذا ما كان عنده مثلا لا صمامات ولا device ولا شيء فهو عفويا رح يشفى، ما هيك؟ إذا ما كان عنده transient bacteremia مدتها
إلى علاقة بمدة الانفيوجن. صح واضح؟ تماما. طول ما زادت مدة الانفيوجن كل ما صار احتمالية توضع الجرثوم بالأنسجة أكثر. يعني أنت لاحظتوا أنه نحن مو عندنا الدم فقط بينزل روح عن طريق الطحال، الدم بيمشي بالجسم كله يعني. وبالتالي إذا كان في عندي أي مكان ممكن الجرثوم يلاقي مكان مناسب لأنه يعشعش هيوقف يساوي تمام. ما هو هذه عملية كل الإنتانات. وقت نحن بنقول موضوع أنه what is the entry of the organism، منين فاتت الأورجانيزم، كلياته بدنا ندور على الجرثوم منين دخل. هل في قطع جلدي؟ هل في هذا هل الشخص اللي عم تقول لي عليه انت دخول الجرثوم عن طريق احسن من هيك شو صفي يعني ابسط وسيله انه يفوت الجرثوم للدم فيها، فممكن يقعد باي مكان بجسم مو بالضروره فقط بالدسامات، ممكن يطلع ويساوي التهاب سحايا، ممكن يساوي اي وقت بتقرا عن حدوث الانتان بيقول لك انه والله ممكن يفوت الجرثوم عن طريق الهواء، ممكن يكون عن طريق الدم، ممكن يكون عن طريق الاسبريشن، كلياتهم هي وحده من الاساليب اللي تدخل فيها الجرثوم الى الدم ويتوضع في الانسجه المختلفه. اي سؤال ثاني؟ شكرا جزيلا. دكتور طيب، مثل ما قلت أنا بكرة بنفس الوقت، آسف، الساعة 9 مساء بتوقيت دمشق أو الرياض، حنتكلم عن الـ best mode in ARDS patients. والأسبوع القادم نتكلم عن الـ resuscitation، بحدد الوقت مع الدكتورة بنا. إذا ما في أي سؤال آخر ممكن ننهي اللقاء. شكراً لكم، يعطيكم العافية. شكراً دكتور مازن. شكراً دكتور، الله يعطيك العافية، شكراً لك. الله يعافيك دكتورة، شكراً.